مدينة دريداوة تعتبر أساس مشاريع السكك الحديدية والأعمال التجارية في أثيوبيا. ومنذ القدم كانت المدينة منطقة تجارية حرة حيث تزدهر وتنمو بسرعة فائقة، ويعود ذلك إلى القدم حيث لعب التجار من مختلف البلدان دورا كبيرا في بنائها. وهناك بصمات ليس فقط للأثيوبيين ولكن أيضا لمختلف الثقافات والعادات، حيث ساهمت التجارة في بناء المدينة. شرح المدير الحالي لمنظمة سكة حديد جيبوتية الافتراضية تاريخ السكة الحديدية. مدينة دردوة مدينة تاريخية ولها فوائد اقتصادية واجتماعية للبلاد، وليس هناك اختلاف في الأديان أو تعصب أو عرقية، حيث عمل فيها الكثير من الشخصيات بما في ذلك الأوروبيين من قبل. وقال أيضا: عندما نسأل كيف أصبحت دريداوة مدينة التسامح والتضامن اليوم، فإن ردنا هو سكك حديد القطار كانت السبب الرئيسي في ذلك. مدينة دردوة هي مدينة يتحدث فيها الشباب بلغات مختلفة، وذلك دليل على التمازج التاريخي لهذه المدينة. ورغم اختلاف اللغات والأعراق إلا أن هناك توحد بينهم، حيث تعتبر مدينة دردوة مدينة مسالمة لدرجة يصعب على الأشخاص الذين يأتون إليها أن يفرقوا بين المواطنين والأشخاص الذين جاءوا من الخارج. وأضاف أيضا أنه ما زالت مدينة دردوة مدينة تتوسع فيها التجارة يوميا، والسبب هو سكك الحديد الموجودة فيها. بعد أن بدأت السكك الحديدية في دردوة العمل، بدأ بعض أهالي بإنتاج الحرير والإسمنت وزيت الطعام، وكذلك كانت تتم التجارة بين دردوة وأسمرة في الماضي وأديس أبابا، وكان مواطني دردوة سعيدون جدا بذلك.